تفجرت المعارك العنيفة مجددا بين القوات الموالية لحكومة هادي وقوات المجلس الانتقالي الجمعة في محافظة أبين جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية أن المواجهة تجددت بين الطرفين في جبهتي الطرية وشيخ سالم فجر الجمعة رغم وجود الوساطة السعودية. وأضافت المصادر أن المواجهة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، وعادت الهجمات المتبادلة بين قوات هادي والانتقالي بعد تعثر تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض المتعثر.